بقولك ايه، ما تيجي نركب المترو اصلا؟ كله الا المترو. يلا بس خلينا نروح. عرفت ليه بقى؟ قابل يا عم، بياعين في كل حته، مفيش حتى مكان نقف فيه. معاك حق، اطلع شويه لو سمحت لقدام، مش عارفين نقف. يا استاذ انت مش عايزنا ناكل عيش ولا ايه؟ نسرق يعني ولا نسرق؟ هتبقى انت والحكومه علينا. هي الحكومه شايفه منكم ابيض ولا اسود؟ الا ما بتدفعوا ضرايب ولا رسوم ولا حتى تذكره مترو. امسك البياع ده. ظابط اجري يلا، مفيش بيع النهارده. مشكله الباعة المتجولين بتواجه اغلبيتنا كل يوم، لانهم منتشرين في كل وسائل النقل وخصوصا المترو والقطر. المشكله دي ليها 3 اطراف، كل طرف فيهم ليه الحق. حق البياعين المتجولين في انهم يشتغلوا عشان يصرفوا على بيوتهم، حق الدولة لأن الباعة الجائلين بيشكلوا جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي، والمواطن اللي للحق إنه يركب المواصلات بدون مضايقة أو زحمة. عشان كده لازم يكون في حلول ترضي جميع الأطراف التلاتة. في 3 حلول للمشكلة دي: 1، نقل الباعة المتجولين لأماكن مخصصة. 2، نخلي الباعة المتجولين جزء من نظام النقل العام عن طريق أدوات تكنولوجيا الاتصالات. 3، نخصص أكشاك للباعة المتجولين جوه محطات المترو ومحطات السكة الحديد. الحل الأهم في 3 حلول دول هو استخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات في دمج الباعة المتجولين في نظام النقل العام بشكل رسمي، لأن الحل ده هيبقى حل وسط لكل الأطراف، فالبياع مش هيسيب مكانه اللي بيعرف يبيع فيه، ومش هيكون مطارد من ضباط الشرطة، كمان هيتوفر لهم تأمين اجتماعي وإمكانية لتوسيع أعمالهم. بالنسبة للدولة فهتحصل رسوم الخدمة، وفي نفس الوقت هتحافظ على الصورة الحضارية لوسائل النقل. ضيف على كده إنها هيكون عندها قاعدة بيانات تقدر من خلالها تطور خطط واضحة لتطوير القطاع غير الرسمي. أما المواطن فهيحس بالراحة والأمان في وسائل النقل المختلفة. بس عشان نقدر ننفذ الحل ده بسهولة وبدون تعقيد، لازم ناخد بالنا من 5 نقط مهمة. 1، الاستعانة بخبراء لعمل دراسة شاملة لاحتياجات الباعة المتجولين وحجم السوق بتاعهم ومستوى دخلهم. 2، تكوين لجنة نقابية لكل محطة مترو أو سكة حديد تقدر تتعاون مع الباعة المتجولين وتقدم لهم الدعم. 3، المحطات لازم تساهم بتقديم الأفكار للباعة المتجولين عن السلع والخدمات اللي بيحتاجها الركاب. 4، إن الحكومة تتعامل مع الباعة المتجولين باعتبارهم رواد أعمال محتملين. 5، مسؤولين المترو والسكة الحديد يعملوا استطلاعات رأي للمواطنين بشكل دوري. مشكلة الباعة الجائلين تتحل بتضمينهم في نظام النقل العام، وده سهل جداً لو اعتمدنا على أدوات تكنولوجيا الاتصالات، وبكده هنحل المشكلة بأمان.